استاذ اكمل، انا عايزه اعتذر لك على الطريقه اللي انا اتكلمت معاك فيها. بجد انا اسفه، انا مش قللت الذوق، دي مش اخلاقي. بس مرات الظروف بتخلي الواحد يعني يتصرف تصرفات غلط. على فكره ملوش لازمه الكلام اللي انت بتقوليه ده، وبعدين انا مش زعلان منك. بجد انا عارفه ان حضرتك عايز تساعدني وتقف جنبي وتعرف عني كل حاجه، بس احكي لك ايه ولا ايه؟ بس وبيني وبينك انا بحاول ابعد ان انا اتكلم عن نفسي عشان يمكن انسى. وانا هوعدك يا ستي ان انا مش هضايقك ومش هجيب سيره لاي حاجه تخصك خالص. الراجل اللي انت شفت صورته ده يبقى جوزي. حكايتنا طويله متعقده على الاخر. هو شبه الصوره بالظبط على فكره، وانا اللي رسمت الصوره دي وانا اللي قطعتها. بس زي ما تقول كده صعبت عليا نفسي وصعبت عليا العشره، فرجعت جمعتها تاني. بس للاسف الصوره ما رجعتش زي ما كانت، فضلت زي ما هي. وهو ده شكل علاقتي مع جوزي، علاقة مشوهة وشكلها مش معروف. مش عارفة يا رايحة على فين. يا لهوي، كل ده شايلاه جواكي؟ ده اللي يشوف بلوة غيره تكون عليه بلوته. أمال لو قلت لك اللي قبل كده هتعمل إيه؟ وفي قبل كده كمان؟ أوحش من كده بكتير. بقول لك إيه، خلينا نتكلم في حاجة تانية أحسن، في الشغل مثلا. لا شغل لا، مش عايز أتكلم في الشغل. طب نسمع حاجة على الراديو. ماشي. بس في اخبار ابو نيم؟ وراه خالد من الصبح، واول ما يخلص هيبلغ. برهان وشكري موجودين مستنيين حضرتك عشان يدخل. خليهم يدخلوا، مش عايز اي حد تاني في المكتب. بسرعه. مساء الخير دكتور رفيق. مساء النور برهان بيه. شكري باشا، سعيد قوي بمقابلتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. I am very glad to meet you. Sit down. انا سامع انت عامل شغل هايل مع دوريا الدين. في الامور النسائيه ما تقلقش عليا ابدا يا دكتور رفيق. وبعدين انا كل يهمني ان انا اكون عند حسن ظنك. لا بس انا مشتاق قوي اعرف شويه تفاصيل من اللي حصل بينك وبينها. حكاية حسن الظن دي نأجلها لبعدين، نتكلم عنها بهدوء. Between you and me. بقولكوا ايه؟ الصور كلها تطبع والبيانات تتفرغ، وقال ما تبقوا جاهزين بقى قولوا لي عشان الاجتماع. ها؟ حاضر يا فندم. وبعدين؟ وخالد باشا ناوي يموتنا ولا ايه؟ بقولك ايه، انا رايحه اشوف لي حاجه تتاكل، الاجتماع ده شكله صباح. طب استنى خديني معاك، انا ميت من الجوع. يلا. الو يا شريف، ايه الاخبار؟ تمام يا حبيبي، طمني، في حاجه جديده يا راجل؟ شفت بقى، كان معايا حق لما قلت لك ان ميرفت دي وراها مصيبه. بالظبط. اوكي بقولك ايه، اوعى تكون البنت سكرها حست انك بتجرجرها في الكلام. لا لا خالص يا خالد باشا، لا اخدت بالها ولا حست. ماشي، لا انا هشتغل في السكه دي على طول. طيب ماشي يا شريف. بص بقى، انا عاوزك تركز كويس جدا مع اللي اسمها ميرفت دي، مش سهله على فكره. لا ما انا هشتغل اشوف ميرفت دي شغاله جاسوسه على اسمه فتحي ده لحساب مين. طيب طيب، عموما هبلغك بالاخبار اول باول. ماشي، شد حيلك لبطل. سلام.
عرفت بقى يا شكري هتعمل ايه مع درية ديب في الفترة اللي جاي؟ طبعا عرفت، واعتبر كل اللي انت طلبته حصل خلاص. جريت، يا ريت انت وخارج تعدي على الحسابات، في شيك صغير باسمك. مش عارف اقول لك ايه، متشكر جدا، بس انا والله كان يكفيني ان انا اقابلك النهارده واتعرف عليك، دي عندي اهم من اي حاجه في الدنيا. زياده الخير خليج يا شكري بيه. الظاهر برهان بيه بعزك قوي يا شكري. من القلب لقلب رسول. صحيح، انا في كده موضوع شاغل بالي عايزكم تفكروا بيه كم يوم ترجعوا عندي نتكلم. موضوع ايه؟ الاعلام، ميديا، زي ما هيبقى لنا زراعه اقتصاديه في مصر عن طريق مجموعه الديب، برضو انا عايز يبقى لنا زراعه اعلاميه. انا كده فهمت قصدك. ده موضوع مهم جدا محتاج تدرس كويس. Take your time. المرة الجاية لما أشوفكوا هنتفق إزاي هنبتدي ننفذ مشروع الإعلام ميديا. ان شاء الله التحليل تطلع زي الفل. ان شاء الله. سيبك انت بقى ترتاح شويه. لا تسيبني، ده ايه ده، انت لازم تتفضل ترتاح، كفايه تعبك معايا النهارده. انا لو عليا مش عايز اسيبك خالص. ربنا يخليك. طب انا عندي فكره، ادخل اغير واطلع اعمل لك مج نسكافيه زي الفل. ماشي، نشرب نسكافيه. ثانيه واحده. برضه تبقى جوز مدام كارما. انا بقى سعيد بمعرفتك. اكمل البستان. كويس انك عارف ان كارما ست متجوزه. بعدين انت مستعجل ليه اننا نتعرف؟ لسه قدامنا وقت، هنقعد وهنتكلم ونتعرف واعرف انت مين وبتعمل ايه هنا بالظبط. ثانية واحدة يا فتحي، انا هفهمك الاستاذ يبقى مين وبيعمل ايه هنا. اتفضلي يا مدام، سامعك. انا اسف لو كنت سببت لكم مشاكل يعني، بس انا كنت بقدم خدمة مش اكتر. ما اسمعش حسك خالص، ما اسمعش حسك لغاية ما افهم من المدام. أرجوك يا فتحي بلاش الأسلوب ده في الكلام. أستاذ أكمل مدير وصاحب الشركة اللي أنا بشتغل فيها، كتر خيره يعني لما عرف إن أنا تعبانة صمم إنه ياخدني الدكتور، والدكتور طلب شوية تحاليل رحنا عملناها ورجع بيا على هنا. بس ايه بقى حكايه التحاليل دي اللي انت ما جبتيش سيرتها خالص؟ طمني يا استاذ فتحي، التحاليل هتبقى زي الفل ان شاء الله خير. انت تخرس خالص، خير ولا شر ده شيء ما يخصكش. فتحي لو سمحت. ويا ترى بقى يا استاذ اكمل بيعمل حركات الجدعانه والشهامه دي مع كل الموظفين اللي عنده في الشركه، ولا انت بالنسبه له حاله خاصه يا مدام؟ لا خاصه ولا عامه، الحكايه كلها ان احنا كنا في مشوار شغل تعبت واغمى عليها وما كانش ينفع اسيبها لوحدها. عموما انا اسف مره تانية لو كنت سببت لكم ازعاج. لا يا استاذ اكمل، انا اسفه ومرسي جدا على وقفتك جنبي النهارده. انا ما عملتش حاجه، أنا عملت اللي المفروض كان يتعمل.
بعد إذنك. أنت إيه يا أخي؟ بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل؟ استني يا مدام، لما نعرف حكاية أستاذ أكمل لظهر في المقدر جديد. وصحيح، ايه حكاية التحاليل اللي انت ما جبتي سيرتها دي؟